هو مش مغسل وضامن الجنه، بس هو ظبط الدنيا. ومره تانيه اذا كان البعض زعلان ان احنا سمعنا راي الناس، كان معايا زميلي وصديقي العزيز رائد عزازي كان بيبعت لي رسائل او بيعمل دخلات بيدخل اهلا وسهلا بيه، والراجل فضل مكمل ومكمل معايا برضه في موضوع الجماهير كتر خيره، وكثير من الناس المحترمين. خليك المثل بيقول لك امشي عدل يحتار عدوك فيك، فما بالك ده مش عدوك، ده بيتك، ده ناديك. وانا بقول لهم امشوا عدل، مع جريده كان في اعوجاج.